وبنصلي ان يكون ده وقت تنفخوا فيه الابواب، تنفخوا فيه الابواق في صهيون وفي الكنيسه. ده وقت مميز جدا، وقت مقدس جدا، ده وقت للتنقيه، وقت للتكريس. واحنا سمعنا صوت الرب بيقول لنا اصعد الى هنا وافصل نفسك، وافصل نفسك، قدس نفسك من العالم، من أمور العالم، من الأمور اللي بتعوقنا أن نقترب منه، ونعطي نفسنا لصوته، أنه نمنع كل الأصوات اللي حوالينا، ويكون هناك صوت واحد بنسمعه في هذا الوقت. اصعد إلى هنا، الدعوة أن نصعد ونرى ما هو فاعله، لأنه بيفعل أمر جديد. الكنيسة بتتغير، والكنيسة الآن بتطلع، الإكليسية في الوقت ده، في الوقت المظلم، الكنيسة بتطلع، بتقوم. فمن وقت عيد الأبواق لعيد المظل، إحنا بنؤمن إن ده وقت نأتي فيه معا كواحد لنسمع صوته.